بالنسبه للمولي كيك والشوكولا اللي بغينا نديرو، غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، 250 غرام ديال السكر، 175 غرام ديال الدقيق، 75 غرام ديال الكاكاو امير الكاكاو مسوس، 11 غرام ديال الخمره ديال الحلوه، و 250 مللتر ديال الكريمه اللي كنطربوها شونتي تكون بارده. وهادشي اللي كاين. غادي نطربو البيض والسكر حتى يضاعف الحجم ديالهم مزيان، عاد من بعد غادي نزيدو عليه الدقيق والكاكاو والخميره، وغادي نطربو هاد لا كريم تتولي لنا شونتي ونزيدوها في الاخر. دونك انا غادي نطرب البيض والسكر وميم طون غنخلي الروبو كيطرب، وغادي نطرب هاد لا كريم ديالي باش نربح الوقت. نتوما الا ما قدرتوش ديروا بعدا طربوا هذا هو الاول وخلطوه مع الدقيق وداكشي على طربوا لا كريم. انا غنديرهم في نفس الوقت باش نربحوا الوقت. نسيت ما قلت لكم، راه كاينه واحد قبيصه ديال الملح، هاي زدت واحد قبيصه ديال الملح نسيت ما قلتهاش لكم قبيله. دونك وهادشي يكون مغربل، ضروري يكون مغربل باش ما يديرش لنا الحبيبات في مع البيض. دونك غنبداو نزيدو شويه بشويه اون طرو فوا باش البيض ديالنا ما يهبطش. دائما كما تنقول لكم نسرحو من نحركو من التحت للفوق باش البيض ديالنا يبقى الحلوه ديالنا تجينا منفوخه. واخين هنا راه غيبدا الخليط كيعقد لحقاش الدقيق والكاكاو راهم اكثر من البيض، مي من بعد غادي نخففوهم بلا كريم. نحاولوا نمشيو حتى لتحت لحقاش
الدقيق والدقيق والكاكاو كيبقاو لاصقين في القاع. نخلطو كل شيء مزيان. دابا غادي نبدا نزيد في لا كريم ديالي بشويه بشويه حتى هي بحال الدقيق والكاكاو. نزيد لا بروميير بارتي ونبدا نخلط. هنا كما كتشوفوا الخليط ديالنا راه ولا مزيان، ولا مخلط، كلشي متجانس. دونك انا خديت هنايا المول ديالي شوميزيتو ديجا، درت ليه البابي كويسون. الا بغيتو تعرفوا تشوفوا الطريقه كيفاش كندير ليه، راه ديجا بوستيت لا فيديو ديال لا جينواز، راه كنوري فيها كيفاش نشوميزيو المول ديالنا. هنا هاد المول ديال 15 سنتيمتر على 10. دونك الفران ديالي رانا سخنتو على 160 درجه، ما تفوتوش 160 درجه باش الحلوه ديالكم تجيكم طايبه مزيان من الداخل ومن برا. دونك ندير هاد الخليط ديالي نديرو في المول، ودائما نهزو يدينا الفوق باش الحلوه تجينا ايغي. كما قلت لكم الفران ديالنا راه سخون على 160 درجه، غندخلو يطيب على الاقل واحد ساعه وقسمين. ما خاصناش نحلو عليه الفران لحقاش المولي كيك كيبان لكم طالع، ولكن راه من الداخل راه باقي ما طيبش لحقاش هو راه واحد الكيكه اللي كتكون ثقيله لحقاش فيها البيض والدقيق ولا كريم سكيفير الداخل اللي ايميد وكيبغي الوقت مزيان باش يطيب. دونك غادي نتسناو عليه واحد الساعه قبل ما نحلو الفران ونقلبو وسط الفران، نديرو الموس ونشوفو واش طايب. الا بان لينا طايب هي هذيك نخرجوه، ما طايبش نسدو عليه ونخليوه يكمل الطياب ديالو واحد 10 مينوت اونكور. هادشي اللي كاين. دونك انا غادي ندخل الكيكه ديالي طيب ونعاودو نتلاقاو ملي نخرجها ونكملو لا فيديو ديالنا. دازت ساعه، دونك غادي نقلبو ونشوفو واش طابت ولا لا. هنا كيما كتشوفوا صافي راه الموس تيخرج نقي، ما فيه لا عجينه لا والو، دونك راه طابت. غادي ناخذ الشبكه ديالي دونك غناخذ الشبكه ديالي ونحيد الكيكه ديالي من المول باش ما تعرقش ليا وتسرد.
من الداخل. نحيدو هاد القاطي باش تبرد لينا الحلوة. كتشوفو دونك هادي هي الكيكة ديالنا دوال المولي كيك. كتشوف سخونة. انا غادي نتسنى تدفى وغادي نلويها في الفيلم هذاك الفيلم اليمونتيغ. نتسناها تدفى متبقاش سخونة بحال هكا باش ترجع عليها شوية ديال الميديتي. متخليوش المولي كيك ديالكم يطيب بزاف لحقاش سينو غادي الكيكة ديالكم غادي تجيكم ناشفة. هنا كما كتشوفو راها رطبة ما قاصحاش وطيبة مزيان. دونك نتسنى عليها تدفى وندير ليها الفيلم وندخلها للثلاجة. الغزولطا ديال المولي كيك كي كيجي انا جنتني كتجي كوم الحلوة فيها 9 سنتيمتر ديال العلو. دونك قطعت الحلوة على 4 كل مغصو فيه 2 سنتيمتر.